بتقوم هن اجوا عملوا خط جديد اللي هو 50 انش، وخبروه من جمعتين وقلنا يعني نتريح، وبالفعل طلع اشي مش مضبوط. اسا الخط الجديد اللي عمال بفيض، يعني استغربوا كل المهندسين كل الهاي انه ليه طن يفيض. اسا هذا الخط الجديد دياته عمال بفيض، رجعنا يعني احنا كنا 20 سنة لورا، اسا يعلم الله وانت كمان بدين يخلصوا هذا الخط. العمليه بيشتغلوا فيه تقريبا صار لهم سنتين ولا حق ولا باطل فيه. فاحنا بنطلب من المسؤوليه، من التاكيد، من المجلس، من كل المسؤولين يتوجهوا لنا يحلوا لنا المشكله باسرع وقت ممكن. احنا شايفين دماء، يعني بحر من الدماء حوالي. احنا تقريبا من 20-15 سنة كان وضع مزري، واحنا كل جمعه عندنا فيضان دم بركه. احنا الجماعة احنا يعني هون يعني مرضى بيت مريض يعني من الفيروس من كل اشي. نتأمل يعني يكون في حل بالاخر، يعني احنا ما نضلش هيك. هذا الوضع لو عند حي يهودي لأمريكا قامت عليها، مش بس اسرائيل، امريكا قامت على الوضع. انا بطلب حل سريع قديش بنقدر.